يا سلام عليك احكي. يا سلام، إلهي يا رب ما تلحقي تنهني به يا حفيظي. إلهي يا رب مطرح ما يسري يهري تطفحيه دم قدر يا كريم. بحق ما ضيعتي علينا ليلة المفترجة، واجعلها يا رب يا محلوة علينا وعلى عيالنا يا رب. هم لأ يا رب، هم لأ، منك لله يا اللي تنشك في معاميعك. بحق ما ضيعتي علي ليلة العيد وحلاوتها. إلهي ما تلحقي تعيدي في سنتك يا حفيظة الكلب. يوه، ما تشهلي شوية يا بنت. هو انت مش فالحة غير في المياعة؟ مياعة ايه بس يا ست؟ داني والله نهد حالي لحد ما عملت الكحك. داني عامله يستاهل بقك والله. وبعدين يعني يا ست انت مش ناوية كده تحنني قلبك علي؟ بس يا بنت بس، انت فكراني باكل من كهن النسوان دي؟ كهن ايه بس يا ست حفيظي؟ الله يسامحك. طب خلاص، انا خلصت كل اللي وراي، ينفع اروح لعيالي؟ قصدي ينفع يعني اروح يعني لام ابو العيله وابو العيله، عشان انا سايباهم بقالي كتير، ينفع؟ روحي انكشحي يا بت. ان شاء الله يخليكي يا ست ويبارك فيكي ويدعمك ما يحرمك يا رب. يعني لو ما فيهاش تباتي ولا ما فيهاش رزالي، ينفع يعني اخد كحكايتين بس كده ادوقهم للعيال؟ هدوقهم لام ابو العيله عشان هي ست كبيره والله ودعوتها مستجابه. هتدعي لك دعوتين يجعلهم ربك من حدك ومن نصيبك قدر يا كريم، ينفع؟ فين هذه الكحك يا بت؟ اهو يا ست، اهو والله ده انا نسيت ارميه بس حرميه اهو. لا، تحطيه في عبك وتروحي ببيتكم، بس عشان ما تقوليش ان ستك حفيظه ما دوقتكيش كحكي. انت يا حسان يا زفت الطين اللي اسمك حسان، طب ياللي تنشك في معاميعك ياللي اسمك حسان. ايه الله، انت يا بنت ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ ما قلتلك انكشحي. حاضر يا ست، حاضر. انت يا زفت الطين يا طويل وهبل ياللي اسمك حسان. ايه ايوه يا ستين، انا اهو. كل عام وانت طيبه امورين. تشيل السبت ده وتخلي بالك من الكحك اللي جواه، كحكه تروح منك كده ولا كده اعدهم بالوحده. ده ريحته مفحفحه من اول الكفر. انا بقول يعني لو الواحد دق وحده يعرف اذا كان طعمه زي ريحته كده ولا ايه. وانت مال اهلك اذا كان طعمه حلو ولا وحش؟ انا بقول يعني لو وحده الواحد يعرف طعمه زي ريحته ولا لا. تاني، انت مال اهلك اذا كان طعمه حلو ولا وحش؟ انت تشيله بس. حاضر حاضر يا ستيني، اموريني. انا جاي وراكي، انا تحت امرك. مين وانت طويل على اللي؟ انا جاي اهو يا ستيني. يا تسهيل الله، الله واحد مالوش تاني. تلاتي. ما تعمل لك ايه ما مكسر؟ حاضر حاضر يا ستيني. أنا هو. أما جد. إزيك يا حمادة يا سكر زيادة؟ إزيك يا بنتي يا زنوب؟ كل سنة وإنتوا طيبين، كل سنة وكل يوم وكل وقت وإنتوا بخير وسعادة يا رب. العاف عليك يا أما. أنت صحيت يا أبو العلا؟ أبو العلا مين يا أما؟ أنا فاطمة. فاطمة يا حبيبتي، كنت فين طول الليل يا فاطمة؟ العيال كبدهم اتهرم من العياط. غصب عني يا أما، غصب عني. يلا كل سنة وانت طيبة، ويا رب يا رب يا رب نفضل مع بعض دايما كده ولا نفترقش ابدا يا رب. ايوه واجب برضو. كل سنة وانت طيب يا غالي. رجلك ارتاحت؟ ارتاح. ارتحت ولا مرتحت؟ فرق ايه معاك يعني؟ بقى هي قاعدي تبقى ليلة عيد، ايه وتسيبيني كده لوحدي؟ لا أنا زعلان، زعلان خالص. طب ومقام السيح؟ ما انت زعلان. اللي في ايدك ده ياما ايه؟ ده كحك العيد يا بيه، كحك العيد اللي معمول بالسمنة البلدي يستاهل بقوكو. استنى ده انا اللي حديلك. خد خد يا ابو العيني واحد، خد واحد دوق من نقفي دوق. خد يا بيه، خد انا وشيف. خد يا حمام. منين ده يا فاطمة؟ هيكون منين يا اخوي؟ من دار العمد. خد يا ياما، خد ياما كحك ياما.
امال الدنيا والناس كلها بتقول على الراجل ومراته ان هم بخلة جيل دي من ايه بقى؟ ايه دول ابخل ما خلق ربنا. امال ازاي؟ ما تاكل يا ابو العلي، ما تاكل يا ابو العلي وانت ساكن، يعني انقطع نفسي في الخبز والعجين والتقريص بتاع الكحك وفي الاخر ما ينوبنيش منه جانب انا وعيالي ولا حتى ندغه. ليه يا حبيبي؟ ده حتى طباخ السم بيدوق. اسكتي اسكتي، شفتي حصل امبارح بالليل؟ خير يا رب. الواد محروس ابو سالم. ايه؟ جاني هيني. يا لهوي يا لهوي، ده انا نسيت اسالك صحيح نسيت. الا صحيح، هم الغفر جم وراح ولا لا؟ ما تيجي نعيد. ايه؟ احكي لك كل حاجه. تحكي لي؟ محروس. ما هو الحدوته دي حدوته؟ ما تنفعش تحكي حاف. صافيني مر وجافيني مر ولا تنسانيش كده بالمر. صافيني مر وجافيني مر. الله، مين دي؟ ده مغنواتي جديد، سمعته في الردوي عند العمدة. العيد عيد برضك. ربنا يجعل ايامك كلها عادي يا ابو العالي، امين يا رب. ده انت اللي يشوفك النهارده ما يشوفكش امبارح وانت بتقول جاي يا رجلي. اي والله، الدكتور اللي جابه العمدي ريح رجلي على الاخر، كان بتقرصني تغريس. ربنا ما يوريكي. الحمد لله يا اخويا، الحمد لله. وبعدين يعني هو انت فاكر العمدي بيعمل كده لله؟ ماني بشيله وبحط عنده في الدوار يامي. وبعدين ده احنا لو حسبناه يا ابو العيالي هيطلع هو اللي مديون لنا. ايوه والله، كلها يومين ولا ثلاثه ورجلي دي تخف وارجع انزل الشغل تاني. المفروض ضاع حدوته الخدمه عند العمدي. حسن جتي للحق، الحدوته دي انا باص عليا قوي. ايه ومين جاب سيره التنغيص دلوقتي يا ابو العيالي؟ يا مرحب يا خالي. يا ابو العيالي يا فاطمه والعم انتم طيبين. الهي تنسخت انت والعمده وحفيظه في يوم واحد يا بعيد. تلاقي البعيد جاي يندهني علشان العمده عايزني في الدوار. ايوه يا حسان. اه ايوه ايوه ايوه. عامله ايه يا خال؟ مين فوزيه؟ هاتي فوتي هاتي فوتي. حسبي الله ونعم الوكيل.